يشير العدد أعلى يمين شاشة الوسط إن 111 يوم تفصلنا على موعد الانتخابات الوطنية المنتظرة، وقبل 111 يوم من 24 من ديسمبر، وفي الوقت الذي عادت فيه النزاعات المسلحة المتفرقة لطرابلس، وقبل أن يتفق أساسا على القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات، تنطلق نشرة عين على الانتخابات لترصد لكم بشكل أسبوعي أخبار وقضايا متعلقة بهذا الاستحقاق الكبير من كافة ربوع ليبيا. أولى فقراتنا ستكون جولة داخل مبنى المفوضية العليا للانتخابات طرابلس. رصد لنا خلالها الزميل عز الدين بولعونات أجواء العمل داخل المفوضية في محاولة للتعريف بالأقسام المختلفة وتوضيح طبيعة عملها. لنتابع في أي مرحلة من الاستعداد للانتخابات نحن اليوم. اليوم نحن موجودين داخل مقر المفوضية العليا للانتخابات داخل المقر الرئيسي في العاصمة طرابلس. اليوم راح نقوم بجولة ميدانية داخل المفوضية. هذه الجولة نحاول نرصد فيها ونشوف كيف يتم العمل داخل المفوضية. نحن توا حاليا موجودين في أحد أهم الإدارات داخل المفوضية، وهي إدارة العمليات الانتخابية، وفي الوقت الحالي فيه اجتماع داخل الإدارة. تعالوا نشوف الاجتماع ونحاول نفهموا كيف آلية العمل تصير داخل إدارة العمليات الانتخابية. أرسل رسالة من المدير العام بصوت أنا شخصيا وطلب مراسلنا كاتب أنهم هم يصدروا قرار راوة. هذا الاجتماع هو اجتماع عمل اعتيادي، أقررنا أن يكون مرتين في الأسبوع، يضم مدير إدارة العمليات وجميع رؤساء الأقسام المكونة لإدارة العمليات، بالإضافة إلى الفريق الدولي التابع لبعثة الأمم المتحدة لدعم الانتخابات في ليبيا. هذا الاجتماع يتم فيه مشاركة المعلومات بين الأقسام المختلفة، أهم التحديات أو الصعوبات اللي تواجه الأقسام لكي يتم حلتها بشكل آني. يعني لما نتكلم عن الاجتماعين في الأسبوع هذا يعطينا فرصة كبيرة أن احنا نتعامل مع المشاكل بشكل وقتي بشكل سريع. يعني هذا طبعا مركز اتصال المساعدة، أي مواطن عنده إشكالية أو عنده خلل في العملية التسجيل يتصل بينا. لما كان التسجيل بالداخل عندهم الرقم 1441 اللي هو فيه مثلا شخص كان مسجل في مركز بيغير مركز ثاني، أو عندك مسجل زي ما نقوله في 2014 2018 ويبي يغير الرقم الوطني يربطه برقم الهاتفي الجديد، الرقم الأول ضايع، فيتصل بينا والموظفين هذوكم يردوا عليه يحلوا المشكلة نتاعه، نردوا على المواطنين من خارج البلاد. في ابلكيشن اللي هو لايف شات يردوا بالشات كله. هيك نكون وصلنا لنهايه جولتنا اللي قمنا بها اليوم داخل المقر الرئيسي للمفوضيه العليا للانتخابات في العاصمه طرابلس. انتظرونا في حلقه قادمه الاسبوع المقبل وجوله جديده في احد الفروع التابعه للمفوضيه العليا للانتخابات في احد المناطق الليبيه. كان معكم عز الدين ابو العوينات، دبليو تي في طرابلس. للمتابعة ينضم إلينا سيد خالد المناعي مدير إدارة التوعية والتواصل في المفوضية العليا. أهلا وسهلا بك سيد خالد. أهلا وسهلا بك أختي الكريمة وكل مشاهديك وضيوفك الكرام. أهلا. يعني اليوم بحسب الأرقام المعلن عنها هناك ما يزيد على 2,800,000 ليبي مسجلين للمشاركة في انتخابات نهاية العام، وأيضا يعني في تسجيل أيضا لليبيين في الخارج والذي لم ينتهي بعد. يعني اليوم أنت كمسؤول في المفوضية كيف تقيم هذا الرقم؟ يعني هل أنتم راضين عليه إذا ما قارناه بنسبة الإقبال على انتخابات مجلس النواب في 2014 طبعا؟ والله احنا شهادتنا في الرقم هذا يقولوا مزروحة، طبعا راضين كل الرضا وتمام الرضا على هذا الرقم. وهذا الرقم بالنسبة لنا يعني هو تتويج للمجهودات التي قامت بها المفوضية عامة وإداراتها بكل فروعها وخصوصا دار التوعية والتواصل في هذا المجال هذا، بالإضافة إلى أن هو يعكس رغبة المواطن الليبي والناخب الليبي للدفع في اتجاه أن تكون هناك عملية انتخابية وتداول سلمي على السلطة، ورغبة كل
الأطراف المشاركة السياسية في الحياة السياسية العامة في ليبيا إن شاء الله. طبيعي هناك رغبة أكيد لدى المواطن اليوم في المشاركة في الانتخابات، لكن أكيد كان في دور وهو دوركم دور التوعية. يعني شين كان دوركم بالتحديد في التوعية بأهمية التسجيل ودوركم الآن فيما يتعلق بالتوعية بالمشاركة الفعالة؟ والله هو عموما يعني الكلام في هذا الموضوع يطول، لكن نقدر نعطيك شوية بعض النقاط. زيادة الوعي العام بالعملية الانتخابية هو عامل أساسي في زيادة المشاركة في الحياة السياسية وترسيخ مبدأ التداول السلمي على السلطة. وبحسب القواعد المتعارف عليها دوليا، من المفترض أن تضع الإدارات الانتخابية برامج ومسارات للتوعية توضح التعليمات التنفيذية والإجراءات المتعلقة بمختلف مراحل العملية الانتخابية خلال فترات الانتخابات. ومن هذا المنطلق طبعا المفوضية، وهي جزء من لا يتجزأ من الإدارات الانتخابية الموجودة في العالم، قامت كذلك هي باتباع خطط التوعية والتثقيف الانتخابي بالهدف منها رفع مستوى مشاركة المواطنين في ممارسة الحقوق السياسية بمختلف الشرائح: المرأة، الشباب، الأشخاص ذوي الإعاقة، الكبار في السن، المكونات الثقافية. عملية التوعية عموما تنقسم إلى على الأقل بالنسبة لنا احنا إلى ثلاثة أقسام، هي توعية مدنية وتثقيف ناخبين وإعلام ناخبين. ما نقوم عليه في الغالب نحن في المفوضية الوطنية العليا للانتخابات هو تثقيف الناخبين وإعلامهم، لأن بحسب القانون رقم 8 الذي أنشأ المفوضية وفي المادة رقم 3 منه أو المادة رقم 2 فقرة رقم 3، يحط المفوضية على أن تقوم بعمليات التوعية لكل المواطنين والناخبين المنخرطين في عملية العملية الانتخابية. طيب يعني أكمل فكرتك. هذا الحد طبعا يجعل إدارة التوعية والتواصل هي من الإدارات الأولى التي يتحتم عليها عندما تقر القوانين أو المجلس المفوضية من خلال اللوائح اللي يصدرها، زي ما أصدر اللائحة أو القرار رقم 30 أو 33، أعتقد القرار رقم 33 بشأن تسجيل الناخبين. فهذا يحد إدارة التوعية أن هي القرار رقم 33 لسنة 2021 يخلي إدارة التوعية بمجرد صدور هذا القرار تبدأ في إعداد الخطط وترسم البرامج التي سوف تقوم بها لكي تصل إلى الناخبين وإعلامهم بالشيء المطلوب في الوقت المطلوب. على هذا الأساس تعقد اجتماع في إدارة التوعية والتواصل. طبعا نحن باش يكون عندك المفوضية الوطنية العليا هي ليست هذا الجسم الموجود في طرابلس فقط، إنما هو يتكون من 25 فرع مكتب انتخابي متوزعين على مستوى ليبيا. هذو المكاتب كلهم يوجد فيهم مكتب مختص بعمليات التوعية، يتكون من منسق للتوعية وموظف آخر للمساعدة. نقوم بالتواصل مع بعض ونضع الخطط ونرسمها، ثم بعد ذلك ننطلق في تنفيذها. هذه الخطط عموما ما نقدرش نعطيك بالضبط ما تم بالتحديد، لكن نقدر نقول لك ان هي تعتمد على رسم سياسات لاستخدام آليات لوصول المعلومة الى كل الناخبين في الوقت المناسب. يعني لا يجب أن يتم فتح عملية تسجيل الناخبين قبل أن تقوم إدارة التوعية بالإعلان وبشكل مكثف، وأن نعلم أو نتيقن في على الأقل بنسبة 60-70% أن هذه المعلومة قد وصلت صحيح للمواطن. بس أستاذ خالد، يعني احنا اليوم لما نحكي على التوعية يعني إلا ما يجي في بالنا المجتمع المدني، وزي ما كنا نعرف أن المجتمع المدني اليوم يعني مش في أفضل حالاته، يعني بعد سنوات من النزاع، أيضا يعني كل الأضرار اللي لحقت به من اغتيال لرموزة، تهديد، تهجير لمنتسبيه. يعني أنا مش قاعدة نقول إنه هو ضعيف، ولكن ربما ما زال في مرحلة الاستشفاء، ما زال يتعافى. كيف علاقة وحدتكم اليوم بالمجتمع المدني المحلي؟ يعني هل هناك مشاريع مشتركة؟ هل في خطوط تواصل مفتوحة بينكم؟
طبعا احنا في المفوضيه الوطنيه العليا عندنا شركاء العمليه الانتخابيه. خلينا نقتصر على الشريكين الاساسيين اللي هم حضرتكم الاعلام ومنظمات المجتمع المدني. نحن في المفوضيه الوطنيه العليا للانتخابات نتبع سياسه الباب المفتوح مع المؤسسات الاعلاميه ومع منظمات المجتمع المدني على حد سواء. الكلام اللي اشرتي اليه حضرتك هو كلام صحيح. المجتمع المدني يحتاج كذلك هو مثل كثير من المؤسسات الموجوده في الدوله الى دعم، الى اضاءه الطريق له، الى معرفه كيف يتحرك، الى تامينه في حركته عموما. نعم نحن في تواصل وتأتينا منظمات المجتمع المدني وتعرض علينا الكثير من البرامج، بعض منها شق منها يكون توعوي والشق الآخر وهو المهم يتعلق بعملية المراقبة على الانتخابات، لأن تعرفوا أن عملية مراقبة على الانتخابات لا تقوم بها جهة حكومية ولا قضائية ولا المفوضية الوطنية للانتخابات. يعني هذا دور المجتمع المدني. دور المجتمع المدني هذا ما فيش كلام، يعني فهو شريك أساسي ومهم جدا لنزاهة العملية الانتخابية، فوجوده ضروري. فلذلك احنا ما نقدرش نستغنوا عليه ولا نقدر نسكروا أبوابنا ولا نقدر فنحن بابنا مفتوح لهم. صحيح قد يأتوهم في كثير من الأحيان ببعض المقترحات التي لا يمكن تطبيقها أو تكون خارج عن نطاق قدرة المفوضية أن تحقق لهم الهدف المنشود منها، ولكن نحن نزودهم بكل ما نملك من معلومات، من دعم نستطيع أن نعطيه لهم، واللي يهمهم زي ما قلت لك في الغالب هو أن يعلموا أنهم يضعوا أقدامهم في الاتجاه الصحيح. طيب. فلما مثلا واحد منهم يأخذ اتجاه أن يتوقع أن منظمة المجتمع المدني تقوم بدور آخر غير المراقبة والتوعية، ربما احنا ننبهوه من الأول، أو ربما يكون عنده خطأ في فهم الإجراءات المتبعة سواء في تسجيل الناخبين أو فيما بعد في عملية. أستاذ خالد، خلينا نمشي لشق الدعم. يعني احنا كليبيين أول ما نحكي على النشاطات يجي في بالنا الميزانيات المنوطة بها، لكن أنا حنسأل حضرتك على الدعم بصفة عامة. هل تحصلت وحدتكم على الدعم الكافي لتمارس دورها، يعني سواء في شكل الميزانية أو دعم المجتمع الدولي، المنظمات التنموية اللي متخصصة أكيد في تطوير عمل المفوضية؟ هو لا أخفي سرا إذا قلت احنا عندنا دعم جيد، سواء كان دعم دولي أو من الإدارة العامة المفوضية تدعم طبعا هذه الإدارة، باعتبار أن شغل التوعية هذا زي ما قلت لك يفرض علينا القانون، إعلام القانون رقم 8 اللي هو قانون إنشاء المفوضية يفرض عليها أن تضع موقع إلكتروني، أن تنشر المعلومات، أن تقوم بالمؤتمرات والورش العلميه لاظهار المعلومات. هذا طبعا ما هو يفرض علينا القانون زي ما قلت لك، احنا لابد ما نقوم به. هذا بنشوفه يعني بندوروا له حتى التمويل خارجي داخلي، لكن الحمد لله الامور متيسره كويس. يعني في دعم، في تمويل. لحظه بس، ولكن اذا انت تقصدي يعني اللي هو اللي نصل الى مرحله اللي هي التثقيف الناخبين بالكامل او التوعيه المدنيه، فهذا مواضيع خطط استراتيجيه لعشرات السنين وليست لا توضع لعمليه واحده وانما توضع لسنوات طويله. يعني هو نقدر نقول انه مقبول لتجاوز هذه المرحله، صحيح؟ لا، ممتاز جدا كويس. الحمد لله. أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات أستاذ خالد المناعي، مدير إدارة التوعية والتواصل في المفوضية العليا للانتخابات. هل نحن مستعدون للانتخابات؟ شن العقبات اللي تواجه نزاهتها وحريتها؟ وغيرها من الأسئلة طرحها فريق عين على الانتخابات على مواطنين ومواطنات ليبيين. خلونا نتابع آرائهم. هل حتشارك في الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر؟ أكيد بإذن الله. نعم بإذن الله هنكون أحد المشاركين في الانتخابات القادمة. مشارك وسجلت ولله الحمد. طبعا سجلت في سجل الناخبين؟ لا ما سجلتش. أكيد إن شاء الله. لا للأسف مش حنشارك.
باذن الله اكيد حنشارك عشان هذا واجبي. شو رايك في الراي اللي يقول ان الليبيين مجهزين لخوض تجربه الانتخابات الرئاسيه مباشره؟ الليبيين جاهزين، لكن الاطراف والفئه الحاكمه الان لن تدع الليبيين يختاروا رئيس. انا خالفه الراي، بالعكس الليبيين مستعدين ومتعطشين للانتخابات باذن الله تعالى. علاش مش جاهزين؟ شنو ناقصهم الليبيين؟ ما ناقصهم شيء؟ وفر لهم انت الامكانيات، وفر لهم الامن انه يمشي ينتخب بحريه. انا نرى ان الليبيين غير جاهزين جاهزيه كامله بصراحه. بالعكس الليبيين كلهم يراجوا في هذه اللحظه منذ 10 سنوات ان يبقى لديهم رئيس منتخب. كم عام هو جاهز للانتخاب المباشر رئيسة، ولكن ليست المشكله في الليبيين بحد ذاتهم ولكن مقومات الدوله الليبيه. نحن عندنا تجربتين من قبل في موضوع الانتخابات وما كانتش تجارب موفقه، وكان اختيارنا يعني لحقنا فيه الندم. اذا كان توفر الامن للشعب الليبي والمناخ الانتخاب الصحيح بدون تشويش على المواطن حينتخب بإذن الله تعالى. كان ما خشناش انتخابات ودرنا رئيس، نحن حنضيع وليبيا حتضيع إلى الأبد يعني عشي قملة قائمة. شنو هو الشرط أو الأمر اللي إذا توفر حتشارك في الانتخابات وانت مطمئن؟ أول حاجة الشفافية. الشفافية ثم هو ما فيش فيها يكونش فيها التزوير. يجب أن تكون دقيقة ويعرفها الشارع الليبي جيدا ويعيها ويدرسها. شنو هي العوائق اللي تواجه الانتخابات الوطنية المقبلة؟ احنا متفائلين خير أستاذ، احنا متفائلين خير بإذن الله، مش هتكون في عوائق. القوات الأجنبية ما فيش عوائق. الصراعات السياسية اللي سايرة حاليا في البلاد، طالما موجود الأسلحة والأسلحة عند خارج إطار القنوات الصحيحة فهو عائق من العوائق. مستعدين للانتخابات، الشعب الليبي والله اللي راجي فيها هاي شوية وعي شوية إعلام تمشي الأمور، ما فيش مشكلة بكرة. عن المجتمع المدني ودوره في الانتخابات ينضم إلينا الناشط المدني ورئيس منظمة بايت يونس نجم. أهلا وسهلا بك يونس. يعني اليوم 2,800,000 مشارك في انتخابات 24 ديسمبر، شنو يعني لك هذا الرقم يا يونس كناشط مدني واكب الاقتراعين الوطنيين السابقين؟ أهلا إيمان، تحية لك ولكل المشاهدين الكرام. الرقم أعتقد أنه مرضي جدا، والأخ اللي سبقني في الحديث أشار لهذا الشيء. كمسجلين في منظومة الانتخابات رقم مرضي جدا. طبعا حاب أن أصحح معلومة أخرى، نحن شاركنا على الصعيد الشخصي في 4 انتخابات من سنة 2011 اللي هي انتخابات المجلس البلدي، ثم انتخابات 7/7 المؤتمر الوطني، ثم انتخابات مجلس النواب، وبعدها انتخابات الهيئة التأسيسية. يعني عندنا تجربة انتخابية ليست بقليلة الآن، لما نحكي في 10 سنوات يعني قدرة على التوعية، قدرة على أيضا مراقبة الانتخابات، معرفة الشياطة، لكن للأسف الشارع فقد ثقته بنتائج الصندوق خلال الانتخابات لدينا ونتائج الأفرزات الانتخابات اللي هن متوقعة طبيعية في تجربة حديثة كليبيا. خوفنا الكبير جدا من هذا الرقم إنه هو نسبة المشاركة. الآن عندنا نسبة تسجيل عالية وهي تتعدى 50% من المواطنين اللي حقنهم الانتخاب. أعتقد أن نسبة المشاركة في يوم الاقتراع والذهاب للاقتراع هي هذه اللي حتكون عقبة كبيرة. وأعتقد وين الخوف؟ وين الخوف بالضبط؟ الخوف وين يا إيمان؟ الخوف نحن طبعا نحن نجحنا نوعا ما اليوم في الضغط لرفع نسبة التسجيل. عزوف المواطنين عن الانتخابات هو اللي حيكون الخوف الكبير، إن لو مثلا نحن عندنا 2.8 مليون اللي هم مسجلين، لو عدوا مليون فقط نعتقد ان النسبه حتكون قليله جدا، نسبه المشاركه في الانتخابات هذه تؤدي الى افرازات نحن لن نرضى عنها. يعني هي اللي صار في المؤتمر صحيح الوطني. وعندنا تجربه قبل يعني نعم المؤتمر الوطني في مجلس النواب ايضا الناس وصلوا يعني بنسبه اصوات قليله جدا في مناطقهم لان الناس ما شاركتش في الانتخابات، فهنا الخوف الوحيد. فالان اعتقد ان عندنا دور مهم جدا وهو حث الناس على المشاركه في يوم الاقتراع والادلاء باصواتهم واختيار المرشح المناسب. بخليني نشارك معك استطلاع رأي حول الانتخابات قام به مركز ديوان للدراسات، يقول إن شارك فيه يعني حوالي 1200 مواطن ومواطنة من مختلف المدن الليبية. في 82% من المشاركين قالوا إن من شأن الانتخابات الوطنية الجاية إن هي تحقق الاستقرار، وفي حوالي 68% قالوا إن حكومة الوحدة الوطنية حتنجح في إجراء الانتخابات. أولا هل توافقهم هذا الرأي؟ يعني شو رأيك في هذه النتيجة؟ هل هي تعتبر حالمة متفائلة بزيادة أم هي موضوعية؟
مبدئيا الان ستحدث من منطلق دوري كباحث وليس كناشط مجتمع مدني فقط، لاني يعني لي فتره اشتغل في هذه الامور في الابحاث. اتمنى يعني ان تكون العينه فعلا اللي قام بها مركز الديوان وطلعت على نتائج البحث جيدا. اتمنى ان تكون عينه عشوائيه وليس عينه منتقله. يعني على الصعيد الشخصي لم يقابلني هذا الاستبيان، واعتقد بعض البحاث ايضا اثناء مرحله اللي هو جمع البيانات. أتمنى أن ما تكونش فئة معينة اللي شاركت بس في هذا التصويت، لأن النتائج واضحة أنها هي في ضغط في اتجاه سياسي معين. يعني هي مسيسة. نتائج بعض الأشخاص والأسماء والشخصيات وأيضا النسب، لكن خلينا نأخذ نتائج على أنها هي نتائج عشوائية، وفعلا شاركوا مواطنين من مناطق مختلفة بنسب عشوائية ومختلفة. أيضا نقولوا عينة عشوائية في البحث، يعني في الميثودولوجي تحديدا. نقولوا أن نعم الانتخابات، أنا أتفق تماماً مع أن الانتخابات ستساهم في الاستقرار ونقل ليبيا لمرحلة أفضل، ولكن لا أتفق مع أن حكومة الوحدة الوطنية فعلاً اتخذت خطوات جادة للقيام بهذا الاستحقاق. إلى الآن لم تحقق حكومة الوحدة الوطنية أي شيء مفروض أنها تحقق. نحن اليوم كما قلت لدينا 111 يوم ولم تحقق حكومة الوحدة الوطنية الأشياء الأساسية اللي هي وضعت من أجلها: توحيد المؤسسات، الاستحقاق الانتخابي، ونوعا ما استقرار مرحلي لعبور هذه المرحلة. لم تحقق هذه الأشياء ودخلت في وعود واهمة وتعد الشباب بأشياء وتعد بعض المؤسسات بأشياء، وهي إلى الآن لم تتحصل على ميزانية. فأعتقد أن الموضوع أصبح دعاية انتخابية لرئيس الحكومة أكثر من أنها فعلا تحقق في المناط تحقيقها واللي هي وجدت من أجله. يعني طيب، العودة لمنظمات المجتمع المدني، يعني بين آخر انتخابات وطنية شهدتها ليبيا في 2014 والانتخابات الجاية في نهاية العام، يعني المجتمع المدني تلقى في ليبيا الكثير من الصدمات، لا يخفى عليك، اغتيال رموزة أكيد نستذكرهم اليوم بالرحمة والمغفرة، والتهديد أكيد اللي ضيق المجال عليهم. هل المجتمع المدني اليوم قادر على لملمة شتاتة وممارسة دورة بشكل فعال؟ جميل جدا، وطبعا السؤال تتخذ يعني ياخذ منا ساعات لان نجاوبه. المجتمع المدني نعم تعرض لعده صدمات من 2011، كان في زخم المجتمع المدني ومؤسسات المجتمع المدني. 2014 حصلت عده صدمات، وقبل ايضا حتى في جمعيه انقاذ بنغازي نتذكر ان نحن لما افصح فعلا المجتمع المدني عن وجهه الحقيقي وعن انه هو تيار مدني مع بناء الدوله المدنيه دوله المؤسسات، اصبح الان في ضد اللي هو الميليشيات والجهات المسلحه، اصبحوا هم العدو الاول لمؤسسات المجتمع المدني. وبعدين دخلنا في مرحله الاغتيالات والتهجير وما إلى ذلك. المجتمع المدني نعم مصاب، ولكن أستطيع القول بأنه قادر على القيام بعمله وحتى لو لم يكن بفاعلية كبيرة. شاهدنا يعني في الأشهر الأخيرة أن كثير من مؤسسات المجتمع المدني، كثير من الجهات المدنية قامت بحملات توعية مرادفة ومساعدة للمفوضية العليا للانتخابات، وساهمت في رفع نسبة التسجيل. الآن دور المجتمع المدني بصفة عامة باش نختصره في ثلاث نقاط، اللي هو دور رقابي ضاغط، وايضا هو الوسط التفاعلي بين الناس وبين صناع القرار، يعني تصنع فيه بعض القرارات او العكس صحيح، تاخذ بعض القرارات يتم ترجمتها للناس وهكذا، يعني هو وسط تفاعلي. الان نتحدث عن الدور الرقابي الضاغط. دور التوعيه نجح فيه المجتمع المدني نوعا ما في مرحله التسجيل. الان في دور ضاغط على ان المفوضيه وايضا مجلس النواب والجهات وحكومة الوحدة الوطنية والجهات هي المفروض تقوم بهذا الاستحقاق، تضغط عليهم بحيث انهم يحققوا هذا الاستحقاق. الدور الرقابي وهو مراقبة الانتخابات نفسها، طبعا باش نخش في تفاصيلها، انتخابات متزامنة رئاسية بس او برلمانية بس، لكن الان دور المجتمع المدني في الدور الضاغط والدور الرقابي حيكون مهم جدا. طيب اخيرا يونس، عرفنا على المادة 40، يعني شنو يعني المادة 40 وشنو تقدموا من خلالها؟ جميل جدا. مشروع المادة 40 هو أحد مشاريع منظمة بايت، يعتبر مشروع وطني. المادة 40 هي مادة من دستور الاستقلال، أخذنا هذه المادة كمرجعية ننطلق منها بأن ليبيا دولة مستقلة، دولة ذات سيادة اعترف بها العالم كله في استقلالها ولها دستور. نجح الأباء المؤسسين في نضالهم للوصول لهذه المرحلة. المادة 40 نصها السيادة لله، وهي بإرادته تعالى وديعة الأمة، والأمة مصدر السلطات. الموضوع واضح لنا أن نحن لدينا مرجعية واضحة، لدينا دولة مستقرة كانت وذات دستور وذات سيادة، نرنو إلى هذا الشيء. الهدف الرئيسي للمشروع هو التماسك الوطني، أو المصطلح كما معروف هو بالإنجليزي National Cohesion. نعمل من أجل تماسك وطني، دولة فعلا متماسكة مكوناتها كلها مترابطة. أيضا لدينا شعار دائما نعمل تحت في مشروع المادة 40، وهو هوية وطنية جامعة. مؤمنين في مشروع المادة 40 أن نحن الهوية الوطنية جامعة مكونة من هويات محلية، تبوية، طرقية، التركية، العربية، الأمازيغية، كل هذه المكونات المحلية كونت الهوية الليبية الجامعة. الهوية الليبية الجامعة إذا سقط أي مكون من هذه المكونات سقطت الأمة والهوية ككل. فهذا هو فلسفة المشروع اللي نشتغل عليه.
عليه. الآن لنا 3-4 شهور نشتغل على موضوع تجهيز مرحلة الانتخابات إلى أن نصل إلى هذا الاستحقاق الانتخابي، وبعدها أيضا نشتغل على موضوع الدستور ومرحلة ما بعد الانتخابات. شكرا لك يونس نجم، ناشط مدني ورئيس منظمة بايت. يونس شكرا جزيلا لك. قضية حلقتنا اليوم مشاهدينا، ليبيون مع وقف التنفيذ، هم باحثون عن الجنسية، يعيشون بلا حقوق مدنية، كثيرون منهم يقطنون أحياء عشوائية تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة. هم ليبيون ما زالوا يعيشون بلا كتيب عائلة ولا أوراق ثبوتية ولا فرص عمل ولا حق المشاركة في القرار السياسي ولا غيرها من الحقوق الأساسية الموثقة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صادقت عليه ليبيا في 1966. معاناة تتواصل وحكومات متعاقبة لم تهتم باتخاذ أي خطوة في اتجاه حل لهذه الأزمة، لتبقى رحلة البحث عن الجنسية بين دوائر متخذي القرار ودهاليز السجل المؤقت إلى الأرقام الإدارية مستمرة. قصتهم التي تبحث عن مفسر قصة الليبيين البدون هو الملف المطروح للنقاش في نشرتنا لليوم. يمكن ما بين كل 56 ليبي يوجد شخص من غير رقم وطني. الفني جزء من الفئة هذه. ميمون يوسف، مواليد مدينة هون 1993، خريج معهد العلوم الشرعية طرابلس، اشتغل كباحث في شركة استشارات. يعني ما ليش وجود في الدولة اللي قاعد فيها، ان انت مثلا تقعد في مكان وما تقدرش تنتخب فيه معناه انت ما تقدرش تحط رايك في شيء معين وما تقدرش تحدد من يحكمك. ما نقدروش ننتخب. بالتحرك احنا خشينا له اللي هو ثورة 17 فبراير، بحكم أننا شفنا أنه ممكن تجيب لنا الحقوق نتاعنا وممكن يكون في مساواة في الدولة والآخرة، ولكن للأسف الشديد لاحظنا أن تجي دير مقارنة سريعة وتشوف أن وضعنا في السابق أفضل من الآن بواجد. يعني درنا وقفات احتجاجية على القضية هذه وأسسنا حراك مدني، يعني فيه ناس من مختلف المدن الليبية ومختلف التوجهات ومختلف المكونات، حتى في ناس متمتعين بجميع حقوقهم واقفين معنا يعني في الحراك هذا هو مستمر لحد الآن. احنا ليبيين زينا زيكم، لنا ما لكم من الحقوق، وهذا يعني الشيء اللي حاب نقوله، ونتمنى ان ليبيا يعني تطلع من الأزمة اللي هي حاليا عايشتها من الانقسام السياسي من خلال صندوق الانتخابات طبعا، ونتمنى ان احنا نكون جزء من العملية الانتخابية باش نختار ونحدد من يحكمنا مستقبلا في ليبيا. عن قضية حقوق المواطنة المسلوبة من الليبيين من أصحاب الأرقام الإدارية، ينضم إلينا اليوم السيدة خديجة العنديدي منسقة حراك لا للتمييز من أوباري، والشاب والناشط الحقوقي ميمون يوسف واللي شاركنا قصة في التقرير السابق. أولا ميمون شكرا لرحابة صدرك ولمشاركتك تجربتك الشخصية معنا، سأعود إليك بعد طرح السؤال الأول على السيدة خديجة. أهلا وسهلا بك سيدة خديجة، يعني حضرتك من أصحاب الأرقام الإدارية، أعذريني على السؤال ولكن للتوضيح، من هم الليبيين من أصحاب الأرقام الإدارية وش مشكلتهم؟ أول شيء يسعد مساكم بكل خير وشكرا على هذه الاستضافة والاهتمام لطرح قضية حساسة ومهمة في الشارع الليبي اليوم. من هم أصحاب الأرقام الإدارية؟ هم فئة شريحة من المجتمع التارجي، طبعا تم حرمانهم من حقوقهم المدنية أو استكمال حقوقهم المدنية، أعطيت لهم قرارات لمنح الجنسية في الحكومات المتعاقبة ولكن لم يتم تنفيذ أي قرار من هذه القرارات مع الأسف الشديد. كانوا ضحية
كيف نقولها لك التزام اجدادنا زمان مش معترفين هم بالحدود المصطنعه بين الدول، فما كانوش مهتمين بان هم يجوا ياخذوا ويديروا اوراق او كذا ثبوتيه وغيرها، كانوا يقول لك انا كيف ورقه تثبت الاصل متاعي، كيف انا ورقه تثبت اصلي وانا هذا ترابي، فما كانوش مهتمين جدا، كانوا مهتمين بالتجاره وكانوا مهتمين بالسفر والتنقل للحصول على الماء والرعي، فما كانش اهتمامهم في النقطه هذه بالذات. في الاخير انصدموا بواقع ان يلزم ان تكون عندهم الاوراق هذه، ولما طالبوا بها الدوله الليبيه للاسف تم كيف نقول هالك اعطائهم بعض الاجراءات ولم يتم تنفيذ اي شيء منها. اول شيء اللي هو السجل المدني المؤقت اليوم نشبحوا فيه دائم، معقول السجل المدني مؤقت من 71 لليوم قاعد موجود مؤقت، مع الاسف لم يتم حل اي مشكله، وكل سنه تتعقد الامور اكثر من السنه اللي قبلها. كنا نسجلوا في ابنائنا في السجلات المدنيه، اليوم ما نقدرش نقيدوا ابنائنا في السجلات المدنيه مع الاسف. صدرت قرارات ظالمه من قبل الدوله اللي كان املنا فيه، ان الحكومات كان املنا فيهم ان هم ينصفونا وان هم يوقفوا معاناتنا، بالعكس كان وضعنا في النظام السابق احسن من توا، كان املنا في فبراير ان هي تكون منصفه وتعطينا حقوقنا، لكن للاسف مرست علينا انتهاكات غريبه جدا. يعني اغرب شيء ان هم يوقفوا عقود الزواج وما يتمش ان الشاب يتجوز الا برقم الوطني، عندنا ناس تموت وما يتمش اعطاء افاده الدفن ويكتبوا عليها مجهول الهوية لأنه هو ما عندهاش رقم وطني. أصبحنا نتعرض لانتهاكات واضحة للأسف، يعني ما لهاش تفسير. يعني وأولادنا 2014 مواليد 2014 لليوم لم يتم تقييدهم في السجلات المدنية، يعني حتى المدارس غدوة احتمال يقولوا لا ما يخشوش المدارس. تخيلي أنت يكون عندك طفل في الحوش وماهوش. طيب شنو اللي تقدروا تديروه بالرقم الإداري؟ يعني شنو خلوا لكم الحاجه اللي تستخدموا بها الرقم الاداري؟ ما فيش اي استفاده بالرقم الاداري، اعطي الرقم الاداري كتسهيل للاجراءات الاداريه والماليه. مؤقت يعني هو المفترض ان يكون مؤقت. هو المفروض انه يكون مؤقت، المفروض نحن نستخرجه عن طريق جوازات السفر، المفروض نحن نقروا به، المفروض نحن نعالجه به، المفروض نحن نقيدوا به ابنائنا، المفروض نحن نديروا به كل شيء، لكن للاسف ما فيش اي استفاده من الرقم الاداري، عقد امورنا اكثر، وكل يوم تطلع علينا لجنه جديده على اساس انها هي يتم حصر يتم كذا بخطوات معينه، بالعكس نتفاجئوا بقرارات قاعده تصدر من الدوله. يعني اتفه قرار ان اللاعبين على مستوى الدوله يتم قبول شخص واحد فقط من اصحاب الرقم الاداري كلاعب. يعني انتم اليوم ضحايا لمماطله واهمال من الحكومات المتعاقبه. ابقي معي ساذهب لميمون. يعني اهلا وسهلا بك، هل انت في الاستماع؟ نعم ميمون. طيب بداية، كم عدد هذه الفئة من الليبيين تقريبا يا ميمون؟ يعني مع العلم أن إن كثر الرقم أو قل لا يؤثر في أهمية القضية من منظور حقوقي. أهلا، أول حاجة نشكر قناة الوسط لإتاحة الفرصة وللبرنامج القيم اللي بيمثل هو عين على الانتخابات. طبعا بخصوص الأعداد، الفئة الأرحام للأرقام الإدارية أعداد غير رسمية أو غير موثقة بشكل رسمي، ولكن يقال تقريباً العدد هو تقريبا 206 ألف شخص، معناها كنجو نديروها احصائية نلقنا ما بين كل 56 ليبي شخص غير حامل لرقم الوطني. يعني كل 56 فيما بين 56 ليبي في واحد لا يمتلك للرقم الوطني، في شخص لا يمتلك رقم الوطني. نعم، هذه الاحصائية الحالية الموجودة على العقد. بخصوص حاب نبدا الاستاذ مناح في ملاحظه على الطريق اللي تقولها. تفضل. هو طبعا مدير اداره التوعيه. تكلم على ان الباب مفتوح لحكومات المجتمع المدني. ميمون اعتذر منك فقط لاني مش قادره نسمعك، بليز حط قرب شويه باش نقدر نسمعك. تفضل اكمل. تمام، الصوت واضح الان؟ ايه الان اصبح واضح. تمام، غير حاب نبدا من الاستاذ مناع مدير اداره التوعيه في مديريه الانتخابات بخصوص موضوع المراقبه وموضوع منظمات المجتمع المدني. اول شيء نشكر استاذ خالد على جهوده وعلى جهود المفوضيه بشكل عام، ونحييهم على الدور الايجابي الكبير
اللي يديروا فيه، ومن احنا فاهمين دور المفوضيه التنفيذي فقط، ان هم ما عندهمش صلاحيات بخصوص مثلا اشراك اصحاب الارقام الاداريه في العمليه الانتخابيه. صحيح. ولكن هو تحدث على ان الباب مفتوح لجميع المنظمات، احنا جزء من منظمات المجتمع المدني وجزء من الشريحه اللي تعاني من هذه المشكله. لاحظنا ان ما نقدروش نسجلوا منظماتنا باش يكونوا مراقبين في العمليه الانتخابيه القادمه، لان من ضمن الشروط نتاع التسجيل ان يكون عندك رقم وطني مثلا حامل رقم. صحيح. نعم. هذه من ضمن شروط التسجيل. فانا اعتقد ان يعني هو قال ان يعتمدوا في سياسه الباب المفتوح، انا اشوف فيها سياسه الباب المغلق للاسف الشديد بخصوص موضوع التسجيل في هو يعني بحديثه انه هو يعني فتح باب يعني التعاون مع منظمات المجتمع المدني في حدود امكانياته. نعم صحيح. انا قلت لك في الاول ان متفهم دور المفوضيه التنفيذي، انما هم في النهايه ما هم جهه تشريعيه وجهه يعني يتحركوا وفق القوانين. صحيح. اللي تحكم فيهم. هذا علاش يعني حبيت نقول الملاحظه هذه، بس ان مؤسسات المجتمع المدني اللي يقود فيها بعض الشخصيات الغير حاملة الأرقام الوطنية ما تقدرش. طيب بما أن احنا نتكلم على مؤسسات المجتمع المدني، أنت ذكرت في المقابلة اللي أجريناها معك أن تم التحرك من قبل مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني، حاولتوا حل الأزمة قبل ديسمبر باش تقدروا تشاركوا في الانتخابات القادمة، وضحنا شن صار معكم. تمام. هو طبعا موضوع التحرك من اجل قضيه المواطنه في ليبيا بشكل عام انطلقت من سنه 2011، يعني كيف ما يعني نوهت الان زميلتي خديجه عنديدي، هي زميله يعني لي واشتغلنا كم شغل مع بعضنا. فبدت العمليه من سنه 2011 ان المجتمع المدني يتحرك، ودرنا عديد المبادرات من اهمها اللي هي حراك لا للتمييز اللي انطلق تقريبا في سنه 2019. حراك لا للتمييز الهدف منه يوضح التمييز الحاصل لليبيين الغير حاملين الارقام الوطنيه، من حيث مثلا ان هم ما يقدروش يطلعوا جوازات سفر، ما يقدروش يشاركوا في الانتخابات، ما يقدروش يعالجوا برا. فهذه كلها كم كبير جدا من المشاكل حاولنا احنا. طيب سنستقطع دقيقة هنا لنتابع سويا رد السيد عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات على سؤال مراسلنا له حول قضية أصحاب الأرقام الإدارية ودور المفوضية بالخصوص، نتابع. طبعا مسألة الرقم الإداري للأسف كانت معانا منذ 2013، منذ انتخابات الهيئة التأسيسية، وكانت في ذلك الوقت السلطات التشريعية والتنفيذية مطالبة بوضع حلول لمثل هؤلاء أو لهذه الفئة من حملة الرقم الإداري، ولكن لعند الآن لم يتم النظر في أي علاج لهذا الوضع. وإحنا كمفوضية عرضنا الموضوع على لجنة 75 على سبيل المثال، عرضنا الموضوع حتى على مجلس النواب لكي ينظروا في هذه الفئة ومدى مشاركتهم في العملية الانتخابية. الأرقام الإدارية لا تخص المفوضية بقدر ما تخص الملفات والمواضيع والمشاكل التي يجب أن يبحث فيها السلطة التشريعية. وبالعودة مرة أخرى لميمون، هل أنت الآن في الاستماع؟ نعم في الاستماع، أعتذر عن الانقطاع، الإنترنت ضعيف عندي شوي. نعم طيب أكمل فكرتك. إيه فكنت نتحدث على المشاركة اللي احنا درناها يعني أو النشاط اللي درناه والتحرك اللي درناه تجاه قضية الأرقام الإدارية. استطعنا في قبل 3 شهور من الآن تقريبا أن 35 منظمة ليبية من جميع مكونات ليبيا ومن مختلف المناطق وقعت على عريضة تحث فيها اللي نعرف أن تم تسليمها لعقيلة صالح. نعم تم تسليمها لعقيلة صالح وسلمتها بشكل شخصي لبريد مفوضية الانتخابات في طرابلس بشكل شخصي رسالة. ماذا كان الرد؟ الرد اللي لحد الان لم يصلنا اي رد، رغم ان احنا سلمنا 3 رسائل، الرساله الاولى من حراك لا للتمييز، الرساله الثانيه من المجلس الاعلى لطوارق ليبيا، والرساله الثالثه عريضه وقعت عليها 35 منظمه ليبيه تحث السلطات على انها تتحرك على القضيه هذه، وايضا نوهنا على المفوضيه ان هم دورهم مهم جدا يعطوا توصيه بخصوص الموضوع، لانه راح يواجهوا مشكله تقنيه كبيره صارت في سنه 2014، ان اي شخص ما يقدرش ينتخب أو ما يقدرش يكون جزء من العملية الانتخابية، هذا مش حيسمح على أن الانتخابات تمشي بشكل طبيعي. لاحظنا أن في سنة 2014 تم إغلاق عديد المراكز نتاع الاقتراع،
ففئة كبيرة من الليبيين ما بدروش يعني ينتخبوا في هذه المراكز، بعضها تم إحراقها وبعضها يعني ما تمش يعني الانتخاب فيه. فهذه مشكلة تقنية يجب على المفوضية أن تكون ملمة بها، ويجب أن تبعث بتوصيات للجهات التشريعية لأن تضع حلا لهذا الموضوع. سأختم معك ميمون بسؤالي عن الأمل، يعني هل لديك اليوم أمل للوصول للحل يمكن أن يخليكم تشاركوا في الانتخابات نهاية العام؟ والله يعني الأمانة بالنسبة لرأيي الشخصي على الأقل ما أعتقدش أن أصحاب الأرقام الإدارية ممكن ينتخبوا في هذه الانتخابات القادمة، لأن ما فيش إرادة سياسية واضحة وصريحة يعني باش يتم إشراكهم، رغم أن في خارطة الطريق في مادة اسمها 2-8 هذه نوهت على أن يجب في هذه المرحلة الحالية أن يتم حل إشكال أصحاب الأرقام الإدارية وأن يتم إشراكهم في الانتخابات القادمة، يعني لازم يكون جزء من صناعة القرار القادم، وهذا ما تمش وما شفناش أي ناقشة لهذا الموضوع لحد الآن. هذا يعني قلت لك أن ما أعتقدش أن راح تكون الانتخابات القادمة، ولكن طلب وجود. إذن أنت غير متفائل. طيب أشكرك جزيل الشكر الناشط الحقوقي ميمون يوسف، وبالعودة الآن لخديجة العنديدي مرة أخرى. طيب يعني شنو يعني لك المشاركة في الانتخابات اليوم؟ يعني شنو يعني لك عدم قدرتك على المشاركة؟ حق من حقوقي لازم أن أنا مارسه بشكل طبيعي زي أي مواطن ليبي، لأن أنا أختار الشخص اللي أنا يمثلني في الدولة الليبية ويتكلم باسمي بصوتي يعني، فمهمة جدا مشاركتي يعني في الانتخابات، وإقصائي هذا بمعناها أن أنا مانيش جزء من هذا الوطن يعني. طيب ميمون تحدث على حراك لا للتمييز، ما هو حراك لا للتمييز؟ حراك لا للتمييز هذا حراك مدني سلمي انطلق من منطقة أوباري بسبب التمييز العنصري اللي قاعدين نتعرضوا له احنا من عقود مع الأسف الشديد. انتشر التمييز هذا العنصري لدرجة يعني لا تطاق يعني، فكانت في هلبة أسباب خلتنا نطلع وخلتنا ما عادش نقدر نتحمله أو نسكته. كنا في اللي من السنوات من 7 سنين مش متحصل على راتبة بسبب الرقم الوطني، متوقف راتبة يعني هذا ما برزت. في اللي ما يقدرش يفتح حساب يقعد بالساعات واقف في الأخير يقوله برا عدي امشي، ما فيش رقم، ما فيش فتح حساب انك انت ما عندكش رقم وطني، فانت يعني شخص يكد ويتعب، وهذا كله في النهايه حتى حساب انه هو يضمن له حقه ما يقدرش يفتحه، وانت تعرف بكل الوظائف وين ما تمشي يقول لك افتح لي حساب وجيب لي رقم حسابك. للاسف في عندك الجهاز الاتصالات ما تقدرش تطلع شفره يعني ادفع حاجه شفره يعني بالكثير كان جت دينار او زوز دينار ما تقدرش تطلع لي الرقم الوطني، يعني في هلبة حاجات تسكرت من قدامنا قعدت ما عادش قدرنا نسكتوا عليها وما عادش نقدر نتحمله اكثر. في الاخير الضغط يولد انفجار، فهذا اللي صار، الناس كلها طلعت كبار صغار الناس كلها تكلمت، لان للاسف كل القرارات اللي قاعده تصدر من الحكومات المتعاقبه مستفزه، للاسف انتهكت حقوقنا بشكل واضح بشكل صريح مع الاسف الشديد. طيب بالنسبه للراي العام سريعا خديجه، يعني هل هو داعم لقضيتكم؟ هل انت ترى انه هو داعم لكم؟ داعم اكيد جدا، لان القضيه هذه ما تخصش الطوارق فقط، القضيه تخص العرب والتب، وفي هلبة شرائح في المجتمع ما عندهمش الارقام الوطنيه، ماهيش قصه يعني انها متوقفه على الطوارق فقط، ممكن احنا نطلع ونتكلم ودرنا حراك ونطلع على التلفزيون ونحكي القضيه بتاعنا، لكن في اللي ما يقدرش متحشم انه هو يحكي القضيه بتاعه لانه خايف يتعرض للتنمر او التمييز اللي احنا تعرضنا له. فهذا هو يعني بالعكس الشارع كله يشجع فينا، الشارع كله يقولنا كويس اللي تديروا فيه ما تسكتوش على حق على حقوقكم، هذا شيء ليكم انتم والاولى انك انتم تتحصلوا على حقوقكم، لان هذا حق طبيعي لكل انسان. فبالعكس في اقبال شديد من الشارع الليبي يعني متضامنين معنا بشكل كبير. طيب اخيرا هل لديك امل الوصول لحل يمكنكم طبعا من المشاركه في انتخابات 24 ديسمبر؟ والله تبي معجزة هذه، لكن إن شاء الله خير نتفائلوا إن شاء الله خير. طيب أشكرك جزيل الشكر خديجة العنديدي على كل هذه الإيضاحات، منسقة حراك لا للتمييز حدثينا من أوباري. طيب مشاهدينا بهذا نختم أولى نشرات عين على الانتخابات، نراكم الأسبوع القادم.